هذا واختتمت في قصر الصخير مساء اليوم أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 33 التي عقدت برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية حفظه الله ورعاه. والآن أدعو معالي الأمين العام إلى قراءة ملخص إعلان البحرين وبيان القادة العرب حول العدوان على قطاع غزة، فليتفضل. شكراً جلالة الملك. اسمح لي جلالتكم بقراءة البيان أولاً ثم إعلان البحرين ثانياً. بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على قطاع غزة مملكة البحرين 16 مايو أيار 2024. نحن القادة العرب، أولاً ندين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء. ثانياً، ندين امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأً لأكثر من مليون نازح وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية، وندين سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والذي يستهدف تجديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية. ثالثاً، نطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة ووقف كافة محاولات التهجير القسري وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح. رابعاً، ندين بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة وإعاقة عملها والاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة، وبما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسؤولياتها القانونية بتوفير الحماية لهذه القوافل، ونطالب بإجراء تحقيق دولي فوري حول هذه الاعتداءات. خامساً، نؤكد استمرارنا في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الصور في مواجهة هذا العدوان، وندعو المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة لتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية والاطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية وتوصيفها بشكل واضح كأنها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. سادساً وأخيراً، ندعو لتفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. استأذنكم جلالة الملك في قراءة إعلان أهم النقاط الواردة في إعلان البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتمد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية إعلان البحرين الذي يتعامل مع جميع القضايا والتحديات التي تواجه أمتنا العربية
ويؤكد على التضامن العربي وتكثيف العمل العربي المشترك من أجل بناء المستقبل الذي تستحقه الشعوب العربية. ويركز البيان على قضية الساعة، وهي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يسببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين دون عوائق. ويؤكد القادة في بيانهم أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق حل الدولتين هو سبيل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة. كذلك يتناول الإعلان المواقف العربية إزاء أزمات عربية عديدة. وقد قرر القادة اعتماد المبادرات التي قدمتها مملكة البحرين، وهي كالتالي: أولاً، إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل. ثانياً، توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك وإفادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعماً للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف. ثالثاً، توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم والتربية اليونسكو في مملكة البحرين ومملكة البحرين. رابعاً، تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين. خامساً وأخيراً، تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. هذا هو موجز إعلان البحرين الذي يبلغ 8 صفحات ويعالج كل القضايا. شكراً جلالة الملك. شكرا معالي الأمين العام. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يسرنا في ختام أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 33 أن نعرب لكم عن بالغ الشكر والامتنان على مشاركتكم القيمة ومساهمتكم الثرية في أعمال هذه القمة المباركة التي برهنت نتائجها الطيبة على حرصنا الجماعي ورغبتنا الصادقة للدفع قدماً بمسيرة العمل العربي المشترك تحقيقاً لمصالح دولنا الشقيقة وشعوبها الكريمة. ويحدون الفخر والاعتزاز
في استضافة مملكة البحرين لهذا الاجتماع المبارك برسائله وأهدافه النبيلة والخيرة. ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نكرر شكرنا الخالص وتقديرنا البالغ لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع منتسبي أمانتها العامة على ما بذلوه من جهد لافت وسعي مخلص لإنجاز أعمال هذه الدورة المهمة على أفضل وجه ممكن. وفي الختام نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا ويسدد خطانا لخير ونفع أمتنا العربية، متمنين لجمهورية العراق الشقيقة كل توفيق ونجاح لدى استضافة أعمال القمة العربية القادمة بعون الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.